بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في قناة نسيم للتقنية، درس اليوم هو بخصوص هذا الأداة سبيدي فوكس. هذا الأداة وظيفتها تسريع المتصفحات، مثل موزيلا، فايرفوكس، كروم أو أوبرا، إنترنت إكسبلور وحتى أسكيب كما ذكر في الموقع الخاص بهذه الأداة. هذه الأداة يمكنك تحميلها من تحت الفيديو في رابط، بمجرد الضغط عليها لا تحتاج تنصيب. إكزيكيتي، تظهر لك في قائمة جميع المتصفحات الموجودة في النظام. سأقوم بالتجريب على هذه المتصفحين فايرفوكس وكروم، ثم الضغط أوبتيميز فيقوم بالعملية التشخيص والتسريع. لا أعلم كيف يقوم بذلك، ولكن يقوم بالتعديل على هذه الملفات الظاهرة في القائمة، مثل كوكيز، كونتين، فورم، هيستوريكس، كينتو، هذا في الفايرفوكس. أما الكروم فملفات نفسها مختلفة نوعا ما، لوجين، داتا، نتورك. ربما يقوم بإعادة تحسين أو ترتيب الملفات أو شيء من هذا القبيل، ونزع الزيادة. فمثلا في الأخير يظهر لك، أنا صراحة قمت بتجريب هذه الأداة على هذه المتصفحين سابقا، وشاهدت الاختلاف الواضح في سرعة المتصفحين. جرب وستشاهد النتيجة بنفسك، وأنصح باستعمال هذه الأداة مرة كل أسبوعين أو مرة في الأسبوع لتحسين أداء المتصفحات. إذن كان هذا الدرس اليوم. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة نسيم دي زد هادية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.